فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس بالنسبة للمرأة التي صنعت سحرا لزوجها، ذكرتم أنه يجب عليها أن تحله، فهل المقصود هنا أن تحله عن طريق السحر أم بالقرآن؟ لا لا، تحله بالأدوية المباحة كما ذكر ابن القيم في باب النشرة، بالأدوية المباحة والأدعية، أما بالسحر مثله لا. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان هناك ضرورة لحله بالسحر، فهل الضرورة تبيح هذا المحظور؟ لا، ما يجوز السحر، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل عن مسألة في الطلاق، يقول: رجل ألزم، شو باب النشرة في كتاب التوحيد، وذكر كلام ابن القيم، يقول النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله هذا لا يجوز، وحل بالأدوية والأدعية، بالأدوية المباحة والأدعية، هذا لا بأس به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.